عبر الهواء مباشرة السيد سركيس نزار محلل الأول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك سيد نزار إلى هذه المواكبة. أسواق المال العربية تشهد تباينا في مؤشراتها، نبحث عن يعني الأسباب ورأيك حول العوامل الأشد تأثيرا على تقلبات السوق العربي. نهاركم سعيد. بالفعل نشهد بعض التباين في أداء الأسواق العربية إن كان على مستوى جلسة تداول هذا اليوم أو على مدى الشهرين الماضيين، وهذا التباين في الأداء سببه العديد من المتغيرات الأساسية الاقتصادية التي جعلت التباين مرتبط أولا في التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا، والتي تسببت في مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. فبحسب صندوق النقد الدولي تم خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وهذا بالتأكيد يؤثر على عموم الدول في العالم. لكن رافقت التوترات الجيوسياسية أيضا ارتفاع في أسعار النفط، وهذا الارتفاع في أسعار النفط دعم بعض الأسواق العربية التي تستفيد من ارتفاع أسواق الطاقة. فوق كل ذلك هنالك تباين أيضا في توجهات السياسة النقدية، خصوصا مع اختلاف في معدلات التضخم التي ترتفع عالميا، وهذه الظروف الأساسية هي التي تدفع الأسواق في تباين. لكن بشكل عام بنظرة أكثر تفاؤلية نوعا ما سنشهد بين الأسواق العربية وأسواق الخليج أغلبها انخفضت هذا الشهر، لكن هذا الانخفاض يعتبر تصحيحي مقارنة بموجات الارتفاع قاربت 5 أشهر متواصلة، حيث استفادت من توقعات الاقتصادية الإيجابية ارتفاع في أسعار النفط وكذلك إغلاق كورونا في عديد من دول العالم. هذا كله ساهم بارتفاع العديد من مؤشرات الأسهم هنالك أسواق أخرى تداولت ضمن نطاقات أو مع بعض الميل للانخفاض، هذا سببه بالتأكيد هو الترابط الاقتصادي بينها وبين توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي بفعل أولا التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا، إلى جانب إغلاقات الصين التي لا يجب أن ننسى تأثير ثاني أكبر اقتصاد على النمو والاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق نلاحظ الفرق والتباين في أداء الأسواق المالية العربية، وهنا أقصد أسواق الأسهم بشكل عام في الوطن العربي. طيب الأسواق الأمريكية سجلت انتعاشا الأسبوع الفائت فيما تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية، هل تعتقد أن الأمريكي يتبع سياسة مالية ذات جدوى أكبر ليحافظ على مؤشراته؟ باعتقادي الشخصي السياسات النقدية في الفدرالي الأمريكي هي ضد صالح أسواق الأسهم بشكل عام. في الفدرالي الأمريكي يتوجه لرفع كبير بالفائدة، بينما بالمقارنة في منطقة اليورو في بريطانيا هنالك سياسة أقل تشددا من الفدرالي الأمريكي، خصوصا في البنك المركزي الأوروبي أو في منطقة اليورو، حيث أن البنك المركزي الأوروبي رغم توقعات بأنه سيرفع الفائدة هذه السنة، لكن في نفس الوقت قد يكون رفع الفائدة نوعا ما محدود مقارنة بما هو في البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. لكن التأثر الأكبر لاقتصاد منطقة اليورو بل في الاتحاد الأوروبي بشكل عام هو تأثيرات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. فالمتأثر الأكبر من هذه التوترات بالتأكيد هي دول الاتحاد الأوروبي، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية رغم وجود بعض التأثيرات لكن هذه التأثيرات قد تكون قليلة إن كانت بشكل مباشر، أو التأثيرات قد تكون أكثر كتأثيرات غير مباشرة مثل تأثر الولايات المتحدة بارتفاع أسعار الطاقة. لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهنالك ترابط اقتصادي كبير، ولا أتكلم هنا فقط عن الطاقة بل الترابط الاقتصادي ما بين التجارة الدولية في أوروبا والتبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي مع روسيا وأوكرانيا. ومع هذه التوترات الجيوسياسية والقرارات السياسية التي تم اتخاذها مؤخرا، هنا أصبحت التوقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو والعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي انكماش اقتصادي، ما لم نكن نتحدث هنا عن ركود اقتصادي أو حتى ركود تضخمي في بعض الدول في الاتحاد الأوروبي. هذا كله يضغط على أسواق الأسهم في منطقة اليورو أو في أوروبا، في ألمانيا في وغيرها من الدول مثل بريطانيا أيضا تتأثر، بينما في الولايات المتحدة شهدنا بعض التفاؤل الذي تسرب نوعا ما إلى أوروبا، لكن بقيت مخاوف التباطؤ الاقتصادي الحاد
في منطقة اليورو وأوروبا بشكل عام. طيب لو انتقلنا الآن إلى ملف النفط وأسعار النفط، الأسعار سجلت ارتفاعا اليوم، وصل السعر سعر برنت إلى أكثر من 120 دولار، وهذا الأمر ينعكس بالإيجاب على الدول التي تعتمد في ريعها على النفط، فهل تعتقد أن هذه الدول ستستغل هذا الارتفاع بما يخدم مصالحها؟ لا شك في ذلك. أضرب مثالا فقط على سبيل المثال وليس للحصر، الارتفاع في إيرادات المملكة العربية السعودية من النفط خلال شهر فبراير الماضي على مدى 12 شهر تنتهي بفبراير كان ارتفاع ب 78% أو أكثر من 78%. هذا يدر بمزيد من النقد الداخل إلى اقتصاديات دول الخليج. الدخل الإضافي الذي يتحقق من عائدات أو ريع النفط هذا من الممكن استخدامه من أجل زيادة الإنفاق الحكومي، زيادة الاستثمار، وبالتالي بالفعل ارتفاع أسعار النفط قد يكون لصالح دول الخليج التي تعتمد أو الدول المصدرة للنفط بشكل عام في العالم كله، فهذا قد يزيد من الدخل الإضافي، قد يصب في صالح أيضا الميزان التجاري، وهذا كله أيضا يوفر دعم اقتصادي بشكل عام، خصوصا مع توجه العديد من الدول إلى خطط تحسين وتطوير وتقدم في الاقتصاد لديها، وهنا يصبح هنالك نقد إضافي لتحفيز هذه الأمور. لكن أريد أن أثير هنا نقطة مهمة، إن على المدى الطويل إذا استمر ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير هنا قد يبدأ العالم بمعاناة جديدة، وأتحدث هنا عن الدول المستهلكة للنفط، أتحدث عن الولايات المتحدة، أتحدث عن الصين، الهند وغيرها أيضا من الدول مثل اليابان وكبار في استهلاك النفط عالميا. إذا استمر ارتفاع سعر النفط فربما عندها سنشهد تغير في العادات الاستهلاكية، تغير العادات الاستهلاكية قد يخفض الطلب على النفط مقابلا لارتفاع الأسعار، وهذه نظرية اقتصادية متعارف عليها ما بين قوى الطلب والعرض والأسعار، فإذا استمر السعر بالارتفاع قد ينخفض الطلب مما قد يقلل الصادرات للدول المنتجة. لكن في وقتنا الحالي نشهد حاليا ارتفاع في الطلب، الصين تتوجه لإنهاء إغلاقات كورونا، في الولايات المتحدة بدأ موسم العطلات والسفر وزيادة استهلاك النفط، وأيضا لا يجب أن ننسى توجه العديد من الدول الأوروبية الآن للاستغناء حتى لو بشكل تدريجي عن النفط الروسي، كل هذا قد يدعم دولا منتجة أخرى، أتحدث مثلا عن دول الخليج وغيرها من الدول المنتجة للنفط، مما قد يوفر لها المزيد من السيولة التي تصب في صالح الميزان التجاري لتلك الدول، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي لها. طيب الاتحاد الأوروبي نجح بالوصول لاتفاق لحظر 90% من واردات النفط الروسي، مما أدى بالتضخم ليسجل ارتفاع كارثي في أوروبا بعد فرض هذه العقوبات على روسيا، كيف ترى يعني مستقبل الأزمة المالية في أوروبا؟ بالفعل الكلمة الجوهرية التي تفضلت بها هي ارتفاع كارثي، بالفعل نحن نشهد ارتفاعات كارثية في معدلات التضخم ليس فقط في أوروبا بل عالمياً. في أوروبا اليوم مؤشر أسعار المستهلكين أظهر ارتفاع معدل التضخم إلى 8.1%، هذه القيمة لم نشهدها عبر التاريخ منذ بداية منطقة اليورو. الارتفاع الهائل في التضخم يهدد بدخول منطقة اليورو في ركود تضخمي. البنك المركزي الأوروبي تأخر عن الفدرالي الأمريكي، تأخر كذلك عن بنك إنجلترا المركزي برفعه للفائدة. كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أشارت إلى أنها قد تقوم برفع الفائدة مع نهاية الربع الثالث من هذه السنة ليكون في مستويات إيجابية، لكن حتى هذا أعتبره شخصيا متأخر جدا. فالارتفاعات الحادة في أسعار النفط بالفعل تتسبب بارتفاعات كبيرة في التضخم، وهنا أتحدث عن تضخم مستورد، أتحدث عن تضخم مرتبط بأسعار السلع ليس فقط النفط بل أيضا السلع الغذائية وغيرها من السلع التي ترتفع أسعارها، هذا كله يهدد بالفعل اقتصاد منطقة اليورو، مما يجعل مخاطر هذه السنة تتمحور حول ارتفاع التضخم الذي قد يتبلور على شكل ركود تضخمي. ما هو الركود التضخمي؟ هو عندما يتعثر النمو الاقتصادي وينكمش لكن في حالة غريبة يرافقها ارتفاع التضخم. هذه الحالة آخر مرة شهدناها بشكل
واضح في دول عظمى كانت في ثمانينات القرن الماضي، ولو عدنا للكتب للذاكرة ما حصل في ذلك الحين، فكانت بالفعل كوارث اقتصادية. الركود التضخمي من الصعب جدا علاجه، فيجب مع البنك المركزي أن تتدخل حكومات العالم لإخراج الدول من الركود التضخمي، وهذا ما بدأت أوروبا تعاني منه بالفعل حاليا، ارتفاع التضخم مع تعثر النمو الاقتصادي. الآن دعنا نتحدث عن الذهب، برأيك هل التضخم يدعم الذهب؟ وهل سيدفع بالمستثمرين نحوه أم يهوي به؟ الآن هذا السؤال طالما سأله الكثيرون من متابعي الذهب عن علاقة أسعار الذهب بالتضخم، ويرى الكثيرون بأن الذهب هو الغطاء ضد مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد أي التضخم، وهذا بالفعل صحيح، لكن ارتباط الذهب أو سعر الذهب مع التضخم هو ارتباط طردي مع توقعات التضخم وليس مع معدلات التضخم الحالية. الآن هنالك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن التضخم في العديد من الدول في العالم والتي منها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قريب من ذروته، وهذا يعني بأن التوقعات المستقبلية ربما تشير إلى بعض الانخفاض. ما يثبت هذه النظرة بحسب آراء الذين يتوقعون انخفاض التضخم هي آخر قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي أظهرت انخفاض من معدل 8.5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.3%، وبالنسبة أيضا لمؤشر التضخم المعتمد للفدرالي وهو مؤشر كور بي سي إي فقد انخفض من 5.2 إلى 4.9%. التضخم مرتفع جدا بالفعل، وفي أمريكا على سبيل المثال هو الأعلى منذ 4 عقود من الزمن، لكن بما أن التوقعات المستقبلية للتضخم تميل للانخفاض، هنا التضخم المرتفع الحالي قد لا يدعم ارتفاع أسعار الذهب، خصوصا وأن ارتفاع التضخم يرافقه حاليا ارتفاع في الدولار الأمريكي، كذلك ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية مقابل سندات العديد من الدول، بالتالي التضخم الحالي قد يكون سلبي على الذهب رغم أنه مرتفع جدا. التضخم سيجبر العديد من البنوك المركزية في العالم، فدرالي أمريكي، بنك إنجلترا المركزي، البنك المركزي الأوروبي، وكذلك نيوزيلندا الاحتياطي الأسترالي، وأيضا بنك كندا المركزي، كلها تتوجه لرفع الفائدة، رفع الفائدة في ضد صالح أسعار الذهب، مما قد يبقي على الضغط الهابط على الذهب رغم أن معدلات التضخم مرتفعة. لكن في حال ثبت بأن التضخم لم ينخفض خلال الشهرين المقبلان، هنا قد نشهد أسعار الذهب تعود فترة الركود إن صح التعبير حاليا والاستقرار، وتعاود ارتفاعها. أما إذا بالفعل كما توقع الفدرالي إن بدأ التضخم بالانخفاض التدريجي فربما سيبقى الذهب تحت ضغط هابط. هنا أيضا بالنسبة لمتابعي أسعار الذهب أود التنويه إلى أن الذهب يتأثر في المستجدات السياسية، مستجدات اقتصادية أخرى متعلقة بالنمو، فإن حصل أي تغيير فيها فربما قد نشهد ارتفاع، ودون حصول ذلك فالتضخم الحالي المرتفع جدا قد يكون في ضد صالح الذهب إذا ثبت بأن التضخم سيبدأ بالانخفاض بالفعل. طيب، من المعلوم أن منطقة اليورو أحد أكثر المتأثرين بالتوترات الجيوسياسية، وأيضا اليورو يشهد ارتفاع، ما الأسباب الذي تدعو اليورو إلى الارتفاع بالمقابل يعني أوروبا تشهد صراع جيوسياسي كبير؟ بالفعل شهدنا ارتفاع في اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية. التوقعات المستقبلية بالنسبة للاحتياط الفدرالي الأمريكي تشير إلى احتمال أن يرفع معدل الفائدة إلى 2.5%. هنا أود أن أثير نقطة مهمة، التوقعات السابقة بالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي كانت تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي ربما سيرفع الفائدة لأكثر من 3%، لكن الآن أصبحت التوقعات أن الفدرالي قد يرفع الفائدة بالفعل لكن أقل مما كان متوقع. من هنا بدأت عمليات إعادة تسعير الدولار في الأسواق المالية، خصوصا بعد تصريحات كريستين لاغارد التي أكدت فيها توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة حتى لو بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة. هنا إعادة التسعير من خلال تسعير فروقات أقل لأسعار الفائدة بين الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ساهمت في جعل اليورو
يرتفع مقابل الدولار الأمريكي على مدى هذا الشهر. ارتفع اليورو من دولار وثلاث سنتات إلى حوالي الدولار وسبع سنتات التي يتداول عندها هذا اليوم. لكن بنظرة عامة لو عدنا بالذاكرة لبداية هذه السنة وصل اليورو إلى دولار واثنى عشر سنتا، فالمستويات الحالية هي منخفضة بالفعل بقياس الأشهر الماضية من هذه السنة، لكن الارتفاع الذي حصل مؤخرا هو مجرد إعادة تسعير لليورو مقابل الدولار الأمريكي على أساس فروقات سائدة أقل ما بين الفدرال الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. طيب دعنا الآن نتحدث سيد نزار عن العملات المشفرة تشهد إقبالا على التعامل بها، فمثلا البنك المركزي العماني صرح بأنه جار العمل على تطوير عملة رقمية للبنك، كذلك للخدمات المصرفية المفتوحة. كيف ترى مستقبل العملات الرقمية المشفرة في الساحة العربية، خصوصا وأن كثير من البنوك المركزية، كثير من اقتصادات العالم صرحت مرارا بأنها ترفض هذه العملات، بالمقابل هي تنشط بشكل كبير؟ هنا يجب أن أتحدث عن موضوع مهم وتفريق مهم أمام السادة المشاهدين ما بين العملات المشفرة التي نسمع عنها مثل البيتكوين وغيرها وما بين العملة الرقمية. بنك الشعب الصيني قام بالفعل بإصدار عملة رقمية، لكن هذه العملة هي مصدرة من البنك أو بنك الشعب الصيني وليست مشفرة. نعم، نحن نتحدث عن تكنولوجيا مالية ولا نتحدث عن أصل من أصول العملات المشفرة المتعارف عليها. أعود إلى البيتكوين. نشأت البيتكوين ما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وكانت أحد حلول تم اقتراحها من بعض الجهات لتكون بديلاً على المعاملات المصرفية عندما بدأ القطاع المصرفي يتهاوى أمام الأزمة المالية العالمية آنذاك. الآن العالم يتقدم، العديد من الدول تتوجه إلى التكنولوجيا المالية، الكثير من الدول حتى بالوطن العربي تطور منتجات مالية جديدة ومنتجات نقدية، وهذا ما تتوجه له بالفعل البنوك المركزية. البنك المركزي الأوروبي يتوجه لوضع عملة رقمية الخاصة، أيضا في الفدرال الأمريكي هنالك دراسات لوضع عملة رقمية، لكن مرة أخرى العملة الرقمية المصدرة ستكون خاضعة وتابعة للبنك المركزي الأوروبي وليست مرتبطة في السوق المتعارف عليه الآن، سوق العملات المشفرة. نحن هنا نتحدث عن تكنولوجيا مالية، وإذا عدنا إلى سؤال حضرتك عن مستقبلها في الوطن العربي، لا شك أن الدول العربية العديد منها تتطور ماليا بشكل كبير. الحاجة إلى نظام مدفوعات أكثر سرعة، الحاجة إلى نظام مدفوعات أقل تكلفة، هو ما سيجعل البنوك المركزية في العالم أجمع ومنها أيضا البنوك المركزية في الدول العربية تتوجه لوضع قواعد وأسس تحكم وتراقب هذا التداول إن كان صح التعبير في العملات الرقمية التي قد تصدرها البنوك المركزية في المستقبل لتحقيق السرعة، تحقيق الأمان، وكذلك تحقيق انخفاض تكاليف التحويل إن كان محليا أو دوليا. طيب حتى أختم معك سيد نزار، الآن نتحدث عن الأمن الغذائي العالمي الذي يواجه تحديات كبيرة وكبرى في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، كيف تتمكن المنطقة العربية من تحقيق أمنها الغذائي في ظل هذه المعطيات الكبيرة والمشكلات الكبيرة التي تضرب العالم وتضرب روسيا وأوكرانيا اللذان يعتبران مصدرا رئيسا للحبوب؟ بداية فرحت كثيرا عندما سمعت باعتراف عالمي بأننا في أزمة بالفعل، وهي أزمة متعلقة بالغذاء. إن الاعتراف بالمشكلة هو أصل حل هذه المشاكل. حل مشكلة الأمن الغذائي تبدأ أولاً بالاعتمادية الذاتية والمشاركة الإقليمية والمحلية. يجب على الدول إن كانت في العالم أو في الوطن العربي التعاون فيما بينها لإيجاد مصادر إضافية وعدم الاعتماد على مناطق محددة في العالم. اعتمادية كبيرة سابقاً كانت على روسيا وأوكرانيا من بعض الدول العربية، لكن الآن نلاحظ بأن هنالك تنوع أكبر في محاولة إيجاد مصادر أخرى. تنوع المصادر وتنوع أماكن الواردات للسلع الغذائية سيكون حل مهم، بالتالي التعاون المحلي وكذلك الإقليمي وإيجاد أيضا مصادر متعددة سيقلل من مخاطر الأمن الغذائي. فباعتقادي نحن بالفعل في أزمة غذاء عالمية،
تقودها الارتفاعات الهائلة في أسعار الغذاء، وهذا أيضا يرافقه تعثر في سلاسل التوريد والإمدادات. ومن هنا يجب أن تبني الحكومات قنوات جديدة للحصول على هذه المواد المهمة، وكذلك الإنتاج المحلي، الإنتاج الإقليمي. وأضيف أيضا على كل ذلك الحاجة لإيجاد مصادر إضافية طبيعية لوضع الحلول. أما إذا دخلنا على مستوى الدولة الواحدة، يجب باعتقادي على الدول التي تفرض ضرائب على السلع الغذائية الأساسية أن تخفض هذه الضرائب. وأعود هنا إلى مرة أخرى إلى معدلات التضخم، خفض الضرائب من خلال بعض الدول التي تفرض ضرائب على المواد المستوردة الغذائية سيكون أمر مهم جدا لإيجاد حلول لهذه الأزمة. الأعلاف أيضا يجب أن يتم خفض الضرائب عليها من أجل دعم القطاعات إن كانت زراعية بشكل عام أو حيوانية، وهذا سيكون أمر ضروري جدا للتخفيف من وطأة أزمة الغذاء في منطقتنا العربية أو حتى في العالم كله. وما لم يحصل ذلك فالأزمة قد تستمر، وقد تستمر حتى نهاية التوترات الجيوسياسية الروسية والأوكرانية، والتي حتى هذه اللحظة لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه التوترات. السيد سركيس نزار، محلل الأول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك على الإجابات والإيضاحات التي قدمتها لنا. شكرا.